ده خوان ماكيدا طبعا نجم سابق من نجوم الكره الاسبانيه، نجم تحديدا من نجوم ريال مدريد. زي ما شفتوا له لقطات كان هداف الحقيقه بارع جدا، وكان طبعا ليه فتره قضاها مع فالنسيا الاسباني. والاهم بالنسبه لي النهارده كان تجربته مع تدريب الاتحاد السكندري، وفتره من الفترات اشتغل مع الاتحاد السكندري هنا في مصر. واحنا عندنا طبعا مواجهات مرتقبه، سواء كنا بنتكلم على الاهلي والزمالك اللي هو شخصيا قابله وهو بيدرب الاتحاد، وتجربته في الدوري المصري ورايه في اللاعب المصري وقدرته على انه يحترف في اسبانيا، وبالتاكيد طبعا مواجهات الريال مع لايبزيج النهارده في بطوله دوري الابطال هتكون حاضره معانا. خلينا نستقبله، كان المفترض يكون معانا فيديو كونفرنس لكن للاسف لمشاكل تقنيه عنده هيكون معانا من خلال مكالمه تليفونيه. اخوان ماكيدا طبعا بشكرك على مشاركتك، واهلا وسهلا بيك معانا في السادسه. شكرا جزيلا لكم. طب بداية يعني من واقع تجربتك، اكيد طبعا انت على دراية كاملة بحجم جماهيرية وشعبية الاهلي والزمالك ولقائهم دايما اللي بينتظرهم او اللي بينتظروا جماهير الكرة في العالم. رأيك في الفرقتين وتوقعاتك او رؤيتك للمباراة المنتظرة في نهائي كاس مصر هتتلعب في السعودية ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية؟ حسنا، أنت تتحدث عن الأهلي والزمالك، هي مباراة منتظرة في كل الأوقات. أنت تتحدث عن التنافسية والغريمين الأكثر تنافسية في مصر وفي أفريقيا. بطبيعة الحال سيكون نهائي ممتع ومنتظر بين الفريقين. رأيك في الأهلي خصوصا أنك أنت واجهته لما يعني أثناء فترة توليك طبعا مسؤولية الاتحاد السكندري كمدير فني، رأيك في النادي الأهلي وتقييمك الحقيقة لمشوار الفريق في السنوات الأخيرة والإنجازات اللي حققها مش بس على المستوى المحلي ولا القاري لكن كمان على المستوى العالمي؟ نتحدث عن أحد أفضل الأندية في الوطن العربي وفي أفريقيا. أنت نادي كبير له تاريخ كبير، هو من أحد أكبر الأندية المتوجة بالألقاب الدولية والألقاب القارية على مستوى العالم، أحد أكبر الأندية الذي يمتلك جماهيرية كبيرة. كما نقول في إسبانيا هو نادي كبير، نادي له تاريخ عريق، هذا ما ينطبق على الأهلي. الأهلي يمتلك صورة رائعة في الخارج، وعندما كنت مدرب للاتحاد السكندري دائما كانت مواجهة الأهلي من المواجهات المنتظرة بالنسبة لي والصعبة، وهو أحد الأندية الصعبة، والمواجهة دائما كانت بمثابة أمر معقد بالنسبة لنا لأنك تتحدث عن أحد أفضل الأندية. ونعم هو الفريق كبدني الخزائر عندما كنت مدربا للاتحاد، ولكن هذا أمر منطقي. بالمناسبة يعني تقييمك لفترة توليك مسؤولية نادي الاتحاد شفتها ازاي؟ ايه أصعب فترة أو أصعب مباراة أنت خضتها مع الفريق؟ وتقييمك عموما كمان لبطولة الدوري المصري؟ الفترة الأصعب بالنسبة لي بدون شك عندما ساءت الأوضاع السياسية في مصر إلى حد كبير، والأمور توقفت في مصر بشكل كبير، الحياة توقفت، الأمور كانت سيئة وصعبة للغاية، وبدأنا بشكل متأخر للغاية، كانت فترة صعبة ومن أصعب الفترات التي مررت بها كمدير فني في الأندية التي دربتها. أعتقد أن هذه هي الفترة بالنسبة لي، دائما أتحدث أن هذه هي الفترة الأصعب. وأما بالنسبة للدوري المصري فالدوري المصري هو أحد الدوريات القوية ليس في أفريقيا فقط ولكن في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط. الدوري يضم العديد من الأندية ذات التاريخ مثل الأهلي والزمالك بطبيعة الحال والاتحاد أيضا، من أعرق الأندية والتي تمتلك جماهيرية كبيرة في الإسكندرية. ولهذا أعتقد نعم كانت فترة صعبة، ولكن بالنسبة لي الأجواء في مصر دائما ما كانت تجذبني، وتعامل الناس الطيب والتواجد دائما، الجماهير كانت قريبة منك في كل وقت وتؤازرك في كل الأوقات،
فأعتقد أن هذه الفترة كانت بالنسبة لي فترة طيبة على المستوى الشخصي والمستوى الإنساني، ولكن على المستوى كمدرب لم تكن الأفضل للظروف التي أسلفت وشرحتها. هل يمكن أنت بتتكلم طبعا عن فترة استثنائية كانت فيها ظروف صعبة على كل المستويات مش بس على المستوى الرياضي، لكن هل عرض عليك مرة تانية العودة لتدريب أي من الأندية المصرية؟ نعم، لقد جاءتني بعض العروض، ولكن الأمور لم تتم الأمور في النهاية، لم أكن أرى أنها الفرصة المناسبة للعودة مرة أخرى. أعتقد أن ولكني جاءتني عروض في المنطقة العربية، في السعودية وفي المغرب. استطعت أن أدرب في السعودية وفي المغرب. كان ليك تجربة أعتقد مع المغرب التطواني، توليت مسؤولية المغرب التطواني. نعم، المغرب التطواني. طيب قبل ما أنقل بس لقصة تجربتك في المغرب، عايز اعرف منك يعني طوال متابعتك او مواجهتك مع الانديه المصريه، انا عارف طبعا انك انت تجربتك في الليجا واحده من اقوى البطولات على مستوى العالم، ولعبت الواحد من افضل الانديه في العالم في ريال مدريد، ولعبت ايضا لفالنسيا فريق كبير في اسبانيا، لكن عايز اعرف رؤيتك للعب المصري وانت موجود بتدرب الاتحاد. في لعيبه لفتت نظرك؟ في لعيبه شفت انها تصلح لانها تحترف مش بالضروره في برشلونه واتلتيكو مدريد وريال مدريد، لكن ينفع يكون ليها تجربه في الدوري الاسباني؟ وإذا كان إيه اللي بيمنع ده من وجهة نظر مكيدة؟ أعتقد أن اللاعب المصري لاعب يتميز بالروح والتنافسية وباستطاعته أن يلعب بدون أي مشكلة في الدوري الإسباني وفي أندية كبيرة في إسبانيا. في مستوى معين في الدوري الإسباني بإمكان اللاعب المصري أن يلعب هناك في إسبانيا، ولكن الأمر يتعلق هناك لاعبين العقلية، أنت تتحدث عن العقلية الاحترافية، الأمر لا يتعلق فقط بالإمكانيات الفنية والروح التنافسية وإمكانية أن تتأقلم على الأجواء، ولكن الأمر يتعلق بعقلية اللاعب، هل يستطيع أن يتأقلم على الأجواء في بلد أوروبية في أجواء مختلفة في تنافسية من مستوى آخر. أنت تتحدث عن الدوري الإسباني أحد أكبر الدوريات في أوروبا، ولهذا أعتقد أن الأمر سهل التحقيق ولكنه في نفس الوقت يتطلب الكثير من التضحيات وعقلية خاصة تستطيع أن تتأقلم على الأجواء والظروف في أوروبا. مين اللعيبة اللي تفتكرهم من الفترة اللي كنت موجود فيها في مصر، اللعيبة اللي أنت شفت فيها أنه اللاعب ده ممكن يقدم مستويات أو يشارك في دوريات أقوى من الدوري المصري وخامة تصلح لأنها تحترف في أوروبا؟ لقد بالعودة لسنوات عديدة هناك بركات وأبو تريكة. أنت تتحدث عن لاعبين من المستوى الأول كانوا يقدموا مستوى استثنائي. أعتقد أن هذين اللاعبين تحديدا كان بإمكانهما اللعب في إسبانيا. شيكابالا أيضا لاعب يمتلك مهارات كبيرة وبإمكانه أن يلعب في الدوري الإسباني، لأنك تتحدث عن الدوري الإسباني يعتمد أكثر على الفنيات والمهارات الفنية، ولهذا أعتقد أن هناك كان العديد من اللاعبين بالإضافة للأسماء التي ذكرتها كان يمكنها أن تلعب بدون مشكلة في أوروبا وفي إسبانيا تحديدا. طيب أروح لتجربتك في المغرب مع المغرب التطواني، وبالتأكيد طبعا برضو واجهت زي ما بتعرف الأهلي والزمالك أثناء فترة تواليك المسؤولية الفنية للاتحاد، تعرف تأكيد الوداد البيضاوي أو الوداد المغربي. رأيك طبعا في الخروج اللي يمكن يكون أكبر مفاجآت دور المجموعات في تشامبيونز ليج أفريقيا، خروج الوداد، ومين من وجهة نظرك إذا كنت بتتابع البطولة يملك الفرص أو الحظوظ للمنافسة وتحقيق اللقب السنة دي؟ نعم، الوداد مثل الرجاء مر بفترات عصيبة سواء في على مستوى الدوري المغربي أو في دوري الأبطال.
أنت تتحدث عن عقلية أو نظام معين يجب أن تتحلى به الأندية لكي تستطيع أن تنافس على لقب مثل دوري الأبطال. نعم الوداد فاز باللقب في مناسبات سابقة، ولكن أعتقد أن من الطبيعي أن الأندية مثل ريال مدريد بالمقارنة في أوروبا يمكن أن يمر ببعض التذبذب في المستوى، ولهذا ولكني أعتقد أن الفترة فترة الوداد لن تطول وسيعود مرة أخرى. بمناسبة الريال، رأيك في حظوظ الريال في المنافسة على تشامبيونز ليج أوروبا، وإزاي بتشوف فرص الفريق في تحقيق اللقب في مواجهة المنافسين الحقيقة وفي مقدمتهم طبعا المان سيتي وبايرن ميونخ إذا ما نجح في تجاوز طبعا مباراة النهاردة، وأيضا برشلونة الغريم التقليدي للريال؟ طبعا مانشستر سيتي هو أحد أكبر الأندية في أوروبا ويمتلك كتيبة رائعة من اللاعبين ويمتلك حوافز كبيرة ويمتلك مدير فني كبير مثل غوارديولا. أعتقد أن المنافسة ستكون قوية مع أندية مثل مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، شاهدنا في نهائيات سابقة ليفربول في النهائي، ولكن أعتقد أن ريال مدريد بالنظر لتاريخ وعراقاته هو بشكل منطقي هو من أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب، لأنك تتحدث عن دوري الأبطال، هي بطولة تحتاج لأندية لها شخصية ولها تاريخ مثل ريال مدريد، ولكن يجب الحذر أيضا من مانشستر سيتي ومدربين مثل جوارديولا. يهمني أسألك على إمكانية انتقال كيليان امبابي طبعا نجم منتخب فرنسا والبي اس جي في الفترة الحالية للريال، وهل هو الورقة اللي بتنقص كتيبة أنشيلوتي ل يعني عودة المثلث الرعب جارث بيل، كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، في وجود طبعا فينيسيوس جونيور و جود بيلينغهام مع اقتراب الإعلان عن الصفقة إذا ما كانت تمت زي ما الأخبار اللي تم تداولها صحيح؟ في الوقت الحالي لا يوجد حديث كثير عن أن امبابي أصبح لاعب في ريال مدريد أو وقع، كلها مجرد تقارير صحفية، لا يوجد أي شيء رسمي وهذا هو الواقع، لم يتم أي شيء رسمي بين الطرفين، ولكن إذا تحدثت عن امبابي فهو لاعب حر ومن حق أي نادي أن يتفاوض معه في هذه الفترة، وإذا انضم لنادي ريال مدريد فبطبيعة الحال ستكون صفقة قوية، لأنك تتحدث عن أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي. إذا انضم لريال مدريد ستكون صفقة رائعة بدون أدنى شك، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، هو لاعب متكامل يمتلك صفات اللاعبين الذين بإمكانهم أن يلعبوا في نادي بحجم وشخصية ريال مدريد، وبالإضافة إلى بيلينغهام وفينيسيوس فأنت ستتحدث عن خط هجوم ناري طبعا في ريال مدريد. أكيد ما فيش شك، أكيد ولهذا أعتقد بدون أدنى شك إذا تمت الصفقة فستكون رائعة، ولكن الفكرة في الوقت الحالي هو أنه لا يوجد أي حديث في ريال مدريد عن هذه الصفقة حتى تتم بشكل رسمي، ولكن سيكون أمر مهم للغاية أن تضم لاعب بهذا المستوى. طب إذا كنت يعني ممكن أن أنا أقول لك ثق في كلامي، الصفقة هتتم وكيليان امبابي الموسم اللي جاي هتشوفه بيرتدي تيشرت ريال مدريد، لكن خلينا نروح الحقيقة لتجربة تانية، ويمكن الحقيقه يعني هي تجربه لم تكتمل، هي في طريقها الاكتمال ويمكن تبان معالمها الموسم اللي جاي، والكلام على الدوري السعودي. انت دربت كمان في السعوديه، دربت اكتر من فريق، يمكن كان اولهم فريق الفتح، او يمكن اكتر فتره استمريت فيها مع فريق الفتح السعودي. كلام على استقطاب الدوري السعودي لكثير من النجوم الكره العالميه، واحد مثلا زي كريستيانو رونالدو، اثنين زي كريم بنزيما، فابينيو، وتستمر القائمه وتطول يعني، ويقال ان الموسم اللي جاي الانديه السعوديه بتستهدف كبار النجوم في اوروبا، على راسهم على راس القائمه المطلوبه محمد صلاح النجم المصري، نجم ليفربول، فيرجيل فان دايك،
حتى الحقيقه نجوم كبار ومؤثرين جدا زي كيفن دي بروينا، لوكا مودريتش بالمناسبه اللي اتعرض عليه انه ينضم للجهاز الفني مع انشيلوتي لكنه عنده رغبه في الاستمرار في الملاعب، واحد من المرشحين للانتقال للدوري السعودي. تقييمك للتجربه ايه؟ وهل بتشوف ان النجوم اللي انتقلت للعب في السعوديه استفادت من التجربه دي، ولا الانديه السعوديه هي اللي استفادت اكتر؟ ليس هناك أدنى شك، في عندما كنت في السعودية في 2011-2012 في هذه الفترة، الأمور بطبيعة الحال كانت مختلفة تماما عن الوضع الحالي. نعم، الدوري السعودي كان يضم في كل الأحوال وفي كل الأوقات لاعبين كبار، ولكن أنت تتحدث في الوقت الحالي أن المستوى الطموحات ارتفع. هناك لاعبين مثل روبن نيفيز أيضا في الهلال السعودي، هو لاعب رائع. أعتقد أن هذه التجربة بكل تأكيد ستزيد من قوة الدوري السعودي وستجعله أكثر جاذبية ومتابعة ومشاهدة عندما تستقطب لاعبين بحجم رونالدو وبحجم بنزيما، وكما أسلفت وتحدثت عن لاعبين آخرين في الطريق. فحقيقة الأمر وفي وجهة نظري أعتقد أن الدوري السعودي سيزداد تنافسية وقوة وسيصبح أحد أكبر الدوريات وأفضل الدوريات لكن في العالم. هل ممكن مثلا تشوف تجربة زي تجربة بنزيما انتقل من ريال مدريد لفريق اتحاد جدة، كان حائز على لقب الأفضل على مستوى العالم، يمكن إلى حد ما ده ممكن يخلي كتير من الأسماء أو من النجوم تعيد النظر في التفكير؟ هل من الممكن وتجربة تقود إلى الندم؟ في ناس كتير جدا بتقول إنه بنزيما مثلا أخطأ بالانتقال أو بترك الدوري الأسباني والذهاب للدوري السعودي. أنت تتحدث في النهاية عن كرة القدم، الأمر لا يتوقف على أو هو ليس سيناريو محدد لكل لاعب ظروفه ولكل لاعب عقليته. نعم، كريم بنزيما هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولكن لا أعلم ماذا حدث معه في الاتحاد وما هي ملابسات المشاكل التي حدثت معه، ولكن أعتقد أن هذا لن يغير من وجهة نظر المسؤولين في الرياضة في السعودية، وسيستقطبوا العديد من النجوم لأن التجربة أعتقد أنها نجحت بالفعل. ولهذا من المهم للغاية أن تتم الأمور من وجهة نظري بشكل دقيق، أن تستقطب اللاعبين الذين تحتاجهم الأندية بشكل فعلي، ليس مجرد استخدام النجم لمجرد أنه حقق تاريخ مع ريال مدريد، لأنه قد لا يتأقلم على الأجواء في السعودية، وأعتقد أن هذا ما حدث مع بنزيما. أنا سؤالي الأخير وأرجو عشان ضيق الوقت أخذ رد سريع منك، تعليقك على مفاجأتين إسبانيتين في السيزون ده، جيرونا، وهل يستطيع أنه يعني يستكمل مشوار المنافسة، ورأيك وتعليق سريع على تشابي ألونسو ونجاحه مع باير ليفركوزن. جيرونا فريق شاب يمتلك عقلية وفكر واضح، يلعب بطريقة هجومية ومفتوحة. أعتقد أنه وضع نموذج مانشستر سيتي كنموذج له. أما فيما يتعلق بشابي ألونسو فأعتقد أنه يقدم مستوى كبير مع باير ليفركوزن حتى الآن، وإذا صار على نفس النهج أعتقد أنه وبكل تأكيد سيكون أحد المدربين الكبار، وإسبانيا ستكتسب مدرب كبير مثل جوارديولا ولويس إنريكي في الصف. خوان ماكيدا نجم ريال مدريد وفالنسيا أو بالنسيا زي ما بتقول في أسبانيا، وطبعا المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، بشكرك شكرا، كنت سعيد بوجودك معايا جدا في السادسة، وكل التوفيق للريال النهاردة ولعشاء الريال طبعا في بطولة الشامبيونز ليج.